تم اختطافه من قرب سكن يعني من قرب الدار يعني. فترة الاختطاف طولت ما يقارب 8 ساعات أو 10 ساعات تقريبا 10 ساعات وذبوا جثته وانهزموا. علي ترك ساحة التحرير بالوحدة الظهر رايح البيت أخوه، وبعدها اختفى. لقينا الجثة بالعشرة بالليل مكتوطة القاتب راسه بالشارع بمنطقة الشعب. الشرطة قالت مسلحين استخدم كهاتم ضربوا 3 طلقات من ورا. آخر بوست إل على الفيسبوك: قسما ببغداد ما نرجع للبيوت إلا بتابوت. كتلو صوت الحرية.